هو الاول كان البامبو طبعا منتشر اكتر، وده ما كانش معروف بطريقه يعني زي دلوقتي. لا دلوقتي منتشر جدا والناس عارفه دلوقتي، حتى كمان ما بقاش قصه او الدور بس، لا ده بقى كمان في البراندات. لو شو مثلا واسع شويه بتتاخد، زائد ان في مندي احجام بقت تناسب طبعا اي بيت، في منها 90 سنتي 110 سنتي، في منها 140 سنتي، فبقت تسمح تعدد احجامها، بقى يسمح ليها تبقى متواجده في كل مكان دلوقتي مش اوت دور بس. البامبو يعني صيانته ملوش صيانه، البامبو خلاص هو بيعيش كتير، بس لو يعني بيبوس خلاص ما بتعملش صيانه من اول وجديد، لانه عباره عن جريد يعني بوس كده بيستخدم من بوس. لكن ده صيانته مدى الحياه للصيانه، جزء باص تلف مش بفك كله وارجع عيد عليها تاني، لا ده انا حضرتك يعني بقدر في ايدي ان انا اصلح جزء بس، فحتى تكلفه الصيانه بتاعتك اقل. فما يعني اصبح هو برضو الاقبال عليه بسبب كده، بسبب ان هو ليه صيانه. كرسي في منه حديد 7/10 6/10 5/10، فحسب انا حسب كل مصنع بيشتغل ازاي. يعني انا عن نفسي مثلا بشغل 7، في حد تاني ممكن يشغل 6 ممكن يشغل 5، ده بالنسبه للحديد. كذلك الرتان، الرتان اللي هو الماده اللي بنستخدمها دوت، ده بيتباع بالكيلو، يعني سعره بوزنه بالكيلو. هي دي في اي معرض بتتباع ب 3700. الناس الجماعه اللي بيبيعوا مثلا على السوشيال ميديا 2.5 2500، انا مثلا عشان بما اني مصنع لا 2200، يعني طبعا ما تقدرش تقارن الا لما تشوف المنتج. طب انا شغاله خامه ايه؟ لو حد شغال في خامة اقل من كده مش هتبقى مثلا ب 2200 خالص، لا ده هتبقى اقل. القطن موجود منها جميع اشكال كتير وموديلات كتير. بالنسبه للصمبة الحديد برضو هو نفس الحديد بتاع الكرسي دوت، بيبقى 7/10 6/10 5/10.